بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، أيها المغامرون، نرحب بكم في هذه الأمسية المميزة والتي خصصناها لشرح دليل إرشادات الأمن والسلامة في المسارات الجبلية والمغامرات. سيكون معنا ثلاث ضيوف في هذه الأمسية، وهم قامات في هذا المجال، المغامرات والعمل الشبابي التطوعي، وأيضا من اللجنة الوطنية للشباب. ضيفنا الأول الكابتن أحمد بن خلفان الرحبي، وهو مرشد سياحي تخصصي ومدرب في المغامرات، ويعد هذا الدليل. كما نتشرف بمشاركة المغامر العالمي أو الدولي الكابتن سليمان بن محمود النعبي، وهو عضو من اللجنة الوطنية في اللجنة الوطنية للشباب، كذلك ورئيس مشروع الرحلة الشاب، وسوف يحدثنا عن مشروع الرحال الشاب. كما نتشرف بوجود الأستاذ الفاضل سالم سعيد المفضلي، مدير دائرة الأنشطة والمبادرات، وهو أيضا مدير مشروع الرحال الشاب. إخواني، نترككم مع فاصل سريع ونعود إليكم بعد هذا الفاصل. الوقت الذي تقضيه في الخلاء هو الوقت الذي ينبغي أن تصل فيه لنفسك الحقيقية. كل خطوة تخطوها في البر تعلمك درسا جديدا وتجربة عظيمة. في اللجنة الوطنية للشباب جاء مشروع الرحال الشاب من أجل تأهيل مجموعات من الشباب المغامر في مجال تنظيم وإدارة الرحلات السياحية والجولات الاستكشافية، لأننا نؤمن بحاجتنا لتمكين الشباب في مهارة إدارة النشاطات والجولات السياحية وإعداد شباب مؤهل للعمل المحترف كدليل سياحي، شباب قادر على تطوير النشاطات التوعوية بالمواقع السياحية والتاريخية والأثرية في سلطنة عمان. رحلات الاستكشاف في بلادنا الزاخرة لموارد الطبيعة من الفرص التي ينبغي استثمارها ونصنع منها فرصا عظيمة. حياكم الله، نعود إليكم إخواني من جديد، وأعرفكم عن نفسي. مقدم أو مدير هذه الجلسة عبد الله الشكيلي، رئيس هيئة سلطنة عمان. نبدأ الحوار مع المغامر الكابتن سليمان الناعبي، يحدثنا عن في خلال 5 دقائق عن مشروع الرحال الشاب. فليتفضل، مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم جميعا في هذه الأمسية الطيبة في هذا الشهر المبارك، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى. طبعا على عقالة، بما أنه 5 دقائق نركز على مشروع الرحال الشاب. مقدمة بسيطة عنه، والجميع الحمد لله رب العالمين، نوجه لهم أول شيء جزيل الشكر والتقدير على المشاركة في هذا المشروع الوطني. طبعا المشروع يعتبر من ضمن البرنامج، من ضمن برنامج تعزيز المشاركات الشبابية التابعة للجنة الوطنية للشباب، والذي تسعى من خلاله اللجنة إلى الإسهام في الترويج السياحي الداخلي للسلطنة بالشراكة مع القطاعات ذو الاختصاص في مجال السياحة، ويهدف أيضا إلى الإسهام أيضا في تعزيز قدرات الشباب في المعرفة، في الخبرة، في السياحة الداخلية بالنسبة للسلطنة. طبعا من ضمن أهداف المشروع تأهيل مجموعات من الشباب في مجال تنظيم الجولات السياحية مع الإكساب الخبرات الميدانية والتدريبية في ذلك، أيضا تشجيع الشباب على اكتشاف الكنوز الطبيعية الموجودة في سلطنة عمان من بحار وجبال ومحيطات، وهذه الصحاري الموجودة في سلطنة عمان أيضا اكتشاف عليها، توثيق هذه الاكتشافات من خلال التصوير، وربط هذا التصوير بالبوابة
الموجودة في اللجنة الوطنية للشباب، والحمد لله رب العالمين تم تفعيل البوابة الإلكترونية وتم ربط هذه المسارات التي تم توثيقها سابقاً بالبوابة الإلكترونية باللجنة الوطنية للشباب. مراحل التنفيذ بالنسبة لمشروع الرحال الشاب تم على عقد جلسات حوارية مع الفرق الجبلية. بعد هذه الجلسات الحوارية مع الفرق الجبلية تم اختيار مسارات معينة في 2019، من ضمنها كان 17 مسار، والحمد لله رب العالمين تم الانتهاء منها. بعد ذلك تم تصميم لوحات لهذه المسارات الجبلية، عدد اللوحات التي وزعت 26 لوحة ل 17 مسار جبلي، والجميع لهم جزيل الشكر والتقدير على المشاركة وعلى البداية في تركيب هذه اللوحات التعريفية في المسارات الجبلية. أيضا عدنا دخلنا فيما يسمى بالدليل الإرشادي للمغامرات، والحمد لله رب العالمين تم الانتهاء منه، واليوم إن شاء الله في صدد التحدث عن دليل إرشادات الأمن والسلامة بالنسبة للمغامرات الجبال والأودية. أيضا تصور كامل، تم إعداد تصور كامل للمظلة القانونية التي تحتوي وتهتم بالفرق الجبلية، تم إعداد تصور كبير جدا، والحين الحمد لله رب العالمين في المرحلة النهائية لاحتواء هذه الفرق الجبلية، وتكون لها مظلة حكومية ومعترف بها في جميع المجالات وفي وزارة السياحة الحمد لله رب العالمين تم مباركة هذا الموضوع. تعاقدنا أيضا مع شركة عمانية بارعة في التطبيق الإلكتروني، والحمد لله رب العالمين على شهر أو شهرين إن شاء الله سيصدر التطبيق الإلكتروني بالنسبة للرحال الشاب، والفرق الجبلية المنتسبة لفريق الرحال الشاب ستكون حاضرة وبقوة في هذا التطبيق والإسهام في السياحة الداخلية، وتكون حاضرة أيضا في المشاركة، ولهم جزيل الشكر. أيضا تحديد مسارات جديدة، الحمد لله رب العالمين حددنا مسارات جديدة في 2020، هذه المسارات عددها تقريبا 33 مسار للفرق الجبلية المشاركة. طبعا هذا على عقالة بسيطة مشروع الرحال الشاب، فهو عبارة عن تجمع شبابي من مسندم إلى صلالة. السلطنة الحمد لله رب العالمين والفرق الجبلية تشاركت مع بعضها لبعض، وخرجت بهذا المشروع الوطني الذي يسعى إلى الترويج والاهتمام بالسياحة الداخلية. شكرا جزيلا أخي كابتن سليمان على هذا العرض الجميل والملخص عن دور مشروع الرحال الشاب، وحقيقة تلاحظ في الميدان هذه الجهود ونلمسها، ونأمل إن شاء الله أن تتكلل جهودكم بالنجاح. الآن ننتقل إلى الأستاذ الفاضل سالم الفضلي يحدثنا عن الكتيب دليل السلام والتحضيرات التي يعني مولت في هذا الجانب من أجل أن يرى هذا الكتيب النور، والحمد لله يعني وصل إلى جميع المغامرات والجميع، واليوم راح نناقشه. تفضل أستاذي. شكرا كابتن عبد الله، وجزاكم الله ألف خير، وبداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، وكل عام والجميع بألف خير وعافية إن شاء الله، ونسأل الله أن يعيد علينا هذه الأعياد جميعها، وأيضا ندعو إن شاء الله يكف هذا الجائحة عن عمان وكل من فيها وجميع العالم. بداية نشكر مجموعة هواية المشي الجبلي وهايكينج عمان، وعلى رأس الكابتن عبد الله الشكيلي على الجهود حقيقة اللي جالسين يبذلوها في الترويج لهواية المشي الجبلي، واللي حقيقة لاقت صدى كبير جدا وخاصة من خلال الفترة الأخيرة، يعني خلال السنوات الخمس الأخيرة. وأيضا يعني هذه الفرصة الجميلة اللي نلتقي فيها معاكم في هذه المنصة، وفي الحقيقة يعني مجموعة المشي الجبلي كانت واحدة من أهم المنصات اللي حقيقة ساعدتنا كثير في تغذية مشروع الرحال الشاب وفي تنويع مخرجاته، وإن شاء الله مثل ما تفضل الكابتن سليمان بعض المخرجات اللي بدأت تطلع معالمها وأيضا بدأت تخرج للنور.
زيادة اهتمام الشباب في بهواية المشي الجبلي والمغامرات خلال السنوات الأخيرة كان زيادة مضطردة حقيقة، وشيء يدعو للفرح لأنها تحقق أهداف كثيرة جدا على المستوى الفردي وعلى المستوى المجتمعي وعلى مستوى الوطن. يعني أهداف الواحد يعني ما يقدر يخطيها، ولكن للأسف صاحب هذا الارتفاع في هذه الزيادة أيضا ارتفاع في عدد الحوادث اللي بدينا نلمسها بشكل سنوي. فهذا الأمر حقيقة في اللجنة الوطنية للشباب وفي مشروع الرحال الشاب بالذات لفت انتباهنا بقوة عند طرحنا لهذا المشروع، فوجدنا أنه من المهم هذا المشروع يساهم على الأقل في الحد من وقوع مثل هذه الحوادث أو الوقاية من وقوع هذه الحوادث، أنه التدخل والعلاج أيضا هذه مرحلة ثانية وأيضا إلها ناس المختصين. فمعرفتنا بالمسارات الجبلية وطبيعتها وتنسيقنا مع وزارة السياحة ومع الهيئة الوطنية للدفاع المدني والإسعاف وجدنا أنه مهم جداً نشوف وش الموجود على أرض الواقع نبني عليه. فوجدنا أنه عدد كبير من المسارات أو معظمها ما في تأثير بالمسارات الجبلية، فهذا الأمر يساعد أنه الشاب يعني يتوه في الجبال، وتوهانه هذا في الجبال يتسبب في نفاد الماء أو الغذاء أو حلول الظلام أو وقوعه في شد عضلي أو يعني كثير من الحوادث اللي ربما تحصل في هذا الجانب. أيضاً عدم معرفة بعض الشباب بدرجة صعوبة بعض المسارات ومتطلباتها من معدات ومن كمية مياه وتغذية والفترة المناسبة لمشيها أيضاً يدور في وقوع هذه الحوادث. كذلك عدم الخرائط أيضاً ساهم مساهمة كبيرة في عدم معرفة الشباب بهذه المسارات وطبيعتها. الشيء الآخر والمهم أيضا للأسف ما كان يوجد دليل مناسب لإجراءات الأمن والسلامة للشباب ويقدر يعني يفهموا الصغير والكبير بكل سهولة. وزارة السياحة جزاها الله خير اشتغلوا على دليل للمغامرات ومغامرات الأودية، ولكن الدليل هذا يعني ماخذ المنحة القانوني ومعني أكثر ربما للشركات. فاليوم إحنا عندنا مجموعة جديدة من الشباب من الفرق جالسة تمشي في هذه المسارات ومحتاجين أيضا يكون لها مسار. فإيش المخرج؟ فوجدنا أنه نشتغل على النقاط اللي تكلمنا عنها، نبدأ بتأشير المسارات، نبدأ بتعريف الشباب ببيانات هذه المسارات وطبيعتها ومتطلباتها، العمل على توفير خرائط من خلال تطبيق إن شاء الله اللي تكلم عنه الكابتن سليمان أيضا نشتغل على دليل إجراءات الأمن والسلامة في المشي الجبلي والمغامرات. والفكرة هنا إن نخرجه بطريقة سهلة وبسيطة ومعززة بالصور والرسومات بحيث يكون سهل الفهم ومتناول من قبل الجميع، الشاب اللي بعده في المدرسة في الدراسة العامة وحتى الدكتور أو الشخص المؤهل تأهيل كبير. فتم الاشتغال على هذا الدليل من خلال عدد من الإجراءات. بداية استعنا بفريق عنده خبرة علمية وميدانية في تحديد متطلبات الأمن والسلامة لكل مسار. طبعاً الكابتن أحمد واحد من هذا الفريق، واستعنا أيضاً بشباب آخرين جزاهم الله خير وكانوا قد هذه المسؤولية. أيضاً رجعنا إلى دليل المغامرات اللي عدته وزارة السياحة، وحقيقة استعنا ببعض النقاط اللي وجدناها مناسبة مع هذا الدليل. أيضاً حاولنا نترجم بعض التعليمات والإجراءات إلى صور ورسومات بحيث تكون سهلة الفهم ومتناولة. قبل هذا اشتغلنا على الهيكلية اللي بينبني عليها هذا الدليل. فإلى جانب الفهرس والأهداف والتعاريف والجوانب التمهيدية تناولنا الدليل هذا من 4 أقسام رئيسية، وهناك عدد من الملحقات أيضا.
فالدليل هذا الأربع الأقسام الرئيسية تناولت المشي الجبلي بدءا من التخطيط له، من التنفيذ وتجهيز المعدات وما شابه ذلك إلى العودة من هذا المسار أو المشي، بحيث أنه الفريق هذا أو الشخص اللي باغي يروح هذا المسار مطلع على جميع متطلبات هذا هذه التجربة ويرجع بخير وعافية. أيضا مغامرات الأودية مثل ما تعرفوا عمان ما شاء الله يعني غنية بعدد يفوق الآلاف من الأودية الموجودة في عمان في هذا البلد جميل، وأيضا مغامرات جدا رائعة ولكن أيضا يشوبها الكثير من المخاطر، لذلك خصصنا لها قسم خاص لها بكل ما تحتاجه من تجهيزات ومعدات وأدوات وأيضا إجراءات. المعدات حددنا لها أيضا قسم خاص لأنه دخلنا فيها مسألة الحفظ والصيانة والمتابعة، لأنه هذا الجانب ربما البعض يهمل هذا الشيء، وهذه المعدات هي في يوم الأيام تكون عامل نجاة المغامر هذا أو عدم نجاته في أحد المغامرات، فبالتالي عطيناها أهمية قصوى أيضا نفس العملية، بحيث أنه أيضا الشاب اللي حاب يطلع هذه المغامرات يكون ينتبه لها. القسم الأخير حقيقة كان حاولنا نتوقع وش هي الحالات من تجاربنا اللي نتوقع أنه الشاب قد يواجهها في المغامرات، فسجلنا عدد من الحالات اللي الكابتن أحمد راح يتطرق لها بصورة مفصلة ربما، وإيش الإجراءات اللي راح يتبعها المغامر في حالة صار له مثل هذه الحالات. ما بطول، بنعطي الكابتن أحمد يعني التفاصيل، وربما نتداخل معكم لاحقا في فترة المناقشة لتوضيح أي جزئية قد ترونها أو أي تساؤل ربما يعني يتوارد إلى ذهنكم. فجزاكم الله ألف خير على هذه الفترة الجميلة وهذه الفرصة السانحة، وإن شاء الله يكون الاستفادة للجميع من هذه المنصة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا كابتن سالم على هذا الملخص السريع عن تحضيرات لإعداد هذا الكتيب، وحقيقة كما يظهر جهد كبير وتقصي أيضا لاحتياجات الشباب واحتياجات المغامري في خصوصا في سلطنة عمان لما تتميز به من تضاريس متنوعة جبلية وأودية، ومع زيادة عدد المغامرين لابد من إصدار كتيب يساعد هؤلاء الشباب على يعني أداء المغامرة بسلام ويسر. الآن ننتقل إلى الكابتن أحمد الرحبي معد الدليل اللي راح يتحدث عن بالتفصيل عن محتويات هذا الدليل وشرح يعني كامل لجوانب هذا الدليل. نعطيه الآن الإذن بفتح الميكروفون بإمكانه البدء. تفضل كابتن أحمد. السلام عليكم، كيف الحال؟ أظن الصوت واضح الحين. نعم. بداية كل عام طيبين بالعيد السعيد، وكل عام والجميع بخير وصحة وعافية إن شاء الله. نشكرك أخي عبد الله على هذه الاستضافة الرائعة، وأبدأ ما أكمل ما بدأه زملائي إخواني مغامر سليمان الناعبي وسالم الفضلي على ما أبدوه من مقدمة لهذا المشروع. وأنا أمامي 20 دقيقة تخصص الوقت إن شاء الله، راح أدخل مباشرة إلى الشرائح. وعلى افتراض أن أغلب الناس استلموا نسخة من دليل الإجراء لإرشاد الأمن والسلامة، راح أتطرق إن شاء الله بشيء مفصل، بعض النقاط راح أمر عليها مرور سريع وبعضها راح أوقف عليها وتم شرحها أسباب هذه النقاط إن شاء الله. Thank you.
طبعا اللي هو الجزء الاول دائما اللي هو المشي الجبلي، تطرقنا لتخطيط المشي الجبلي. طبعا قبل اي شيء اي نشاط لازم يكون هناك في تخطيط، واعني هنا في الجانب اللي يخص الفرق، الجهات المنظمه او على مستوى افراد. فمهم جدا ان يكون هناك في تخطيط مهم بالنسبه لي، يعني هذه معلومات بديهيه ولكن تذكير فيها، ابلاغ الاقرباء، شوف خيوطنا. ابلاغ الاقرباء والاصدقاء. النقطه الثانيه اللي هي درايه رؤساء الفرق بالمسار، مهم جدا الفرق يعرفوا عن هذه المسارات، اذا ما كان زاروها على الاقل سالوا عنها، لان في النهايه هم المرجع. اي استفسار من المشاركين، ابلاغ المشاركين على مستوى الصعوبه، مهم جدا ان الفرق هذه تعرف المشاركين، يعرفوا على صعوبه المسار حتى ما يتفاجئوا باي صعوبه. لما يكون مسار صعب لازم يذكر لهم ان المسار صعب، واذا كان سهل هذه معلومات مهمه على اساس ان في النهايه ما تعرضوا لاي اصابات او مضايقات من المشاركين، وتكون لديهم المعلومه واضحه من البدايه اساسا قبل المشاركه. متابعة أحوال الطقس، أنا ما أعرف من وين قلتها يا ربشة، ظاهرة معكم صح؟ نعم كابتن، ظاهرة هذه ربما من الأصابع وأنت تحرك الشاشة أو شيء؟ ما لا لا ما حرك شيء، حدها سبحان الله. ما مشكلة، واضحة المعلومة. بحاول نشوف يمكن في طريقة. اوكي. الجزئيه الثانيه اللي هي طلعنا منها كابتن احمد صوت في ملاحظه في شجره بس. اي نعم شويه وضح الصوت، حاول توضح الصوت. طيب انا احاول اطلع من ال... طيب هذه النقطه الثانيه، الاحتياجات اللازمه للمشي الجبلي. ضروري جدا لازم تكون هناك كميه من السوائل، ذكرنا فيها خاصه نحن معانا في عمان الطقس جدا حار ويحتاج الى جهد كبير. كميه السوائل طرقنا لها، لترين كاقل شيء لكل مشارك، وكل ما زادت المسافه ياخذ نسبه اكثر، وكذلك لكمية التغذية المناسبة. مهم جدا ان لما تعرف انك مسافات طويلة تاخذ كمية مناسبة والنوعية المناسبة من الاكل على هذه المسارات. نتكلم عن الملابس المناسبة للوقاية من اشعة الشمس. طبيعي جدا الملابس ما تكون ثقيلة، تكون خفيفة، ولكن ارزان طويلة مثلا، قبعات. من هذا الجانب ان الواحد يعمل حساب انه ما يتفادى ضربات الشمس. نتكلم عن غطاء مطوي. طبعا ما كل المسارات تجد فيها اشجار، على الاقل من المنظمين المرشدين يكون عندهم غطاء طربال مطوي مترين في مترين، سهل الحمل وسهل نفسه توضيبه على حقيبه الظهر، ومتى ما صارت عندهم اصابات او شيء بامكان استغلوا هذا الطربال عمليه اللي هي اشعه وحمايتها من اشعه الشمس. متابعة أحوال الطقس أول بأول. طبيعي نحن في عمان نحن الحين فترة صيفية، الأمطار تبدأ دائما من الظهر وحتى العصر وتكون رشاتها قوية، الواحد يعمل حسابه في هذا الجانب خصوصا في جبال الحجر الغربي، ودائما ما شاء الله الحين هذه الفترة يعني نشهد أمطار تبدأ من الساعة 12 إلى حد الساعة 4 أو الساعة 5. بالنسبة لي تنفيذ المسار، تنفيذ الحين نتكلم الان عن تنفيذ، تطرقنا هنا على حكم ان اساسا الناس تمشي على مزارع، تمشي على بيئه، نوع من يعني التنبيه المحافظه على هذه البيئه بعدم قطع او حرق او تخريب هذه الاشجار، ترويع الحيوانات المواشي لانها كلها في النهايه موجودين هناك مواطنين ورعاه في المناطق هذه. الفوضى هذه قد تقلب نوع من حدود عكسيه. احترام الاملاك الخاصه، اغلب المسارات طبعا الحين مؤشره مثل ما شايفين بهذه الاطباق اللي هي تابعه لوزاره السياحه،
بعض المسارات يمكن ما فيها، ولكن تم تأشيرة بكومة الحصى لو تلاحظوا. وهذه كومة الحصى يعني مش رسمية، ولكن تدل على أنه يوجد مسار في هذا الجانب. ف يعني مسارات هذه واضحة، ويعتمد أساساً في التخطيط لما نتكلم عن قادة الفرق يخططوا المسار، لازم يكونوا على دراية بهذه المسارات. طيب توزيع الرموز، خلاص الحين صارت المسارات معنا في عمان ترمز، وترمز مش على حسب المحافظات، ترمز على توزيع الجبال الموجودة معنا في السلطنة، مسندم، جبال الحجر الغربي، جبال الحجر الشرقي، الباطنة، مسقط، بطار. بالنسبة للحجر الغربي طبعا هي تمتد أساسا من سمائل وحتى البريمي، ولكن لما رجعنا إلى الترميز في وزارة السياحة وجدنا اللي هو الدبليو واحد بدأ من جبل كور، ونعرف أن التسلسل يبدأ من جهة اللي هو الغرب وحتى الشرق. اضطرنا نعمل نحن مرة ثانية منطقة ثانية اللي اسمها الباطنة، وتشمل جبال الباطنة والظاهرة والبريمي. طبعا الرموز مثل ما شايفين ام بي، ويست حجر، ايست حجر، كابيتال، وبوفار. نفس الشيء ان شاء الله من ضمن المسارات هذه مثل ما شايفين اللوحة. هذه اللوحة ان شاء الله يعني بعدين الناس الحين بعض الفرق ضمن مشروع رحال الشباب بعدين يركبوها، ومثل ما شايفين اللي هي يعني تعطي دلائل على مش المعلومات اللي موجودة على هذه اللوائح كرمز المسار، صعوبة بالألوان، الراعي بيكون لك اي كيو كود مربوط بالتطبيق ان شاء الله متى ما جهز، نفس الشيء الوقت المستغرق، اسم المسار والمسافة. طبيعي بعد ما تخلص من المسارات تحتاج انك تكون في اجراءات الانتهاء من، وهي اساس التوضيب، التوضيب ايش اللي صار، سواء من تأكد من المعلومات، تأكد من وصول الجميع، تأكد ان ما في اي اصابات، تأكد ان اساسا المسار خالي من اي اوساخ، نظيف او اي شيء. مشيت 7 كيلو، مشيت 10 ساعات، طبعا هذا انهاك للجسم، ومن رجوعك من المسار وحتى وصولك الى البيت الجسم اساسا خلاص منهك، يصير نوع من الخمول. مهم جدا نتاكد من الجميع التمهل اثناء القياده هذه نقطه، ويكونوا شاربين كميه كثيره من الماء اساسا ما يخمل الجسم ولا يصير هناك هبوط للضغط اثناء القياده. هذه اجراءات بسيطه، ولكن اتوقع ان في اجراءات اضافيه، اي فريق يرى ان هناك اجراءات اضافيه حسب الموقف بامكانه يعمل كثير من الاشياء، حتى يتصل يتاكد من الجميع انه وصل الى بيوتهم. هذه ممكن يعني ممكن تاخذ بالحسبان. نجي الان الى المغامرات اللي هي تخص اللودي، وهذا اكثر شيء يعني جانب تقني فيه، جانب فني. يعني مثل ما شايفين الحين ما شاء الله الحين الشباب بدأوا ياخذوا كثير من الشباب مجرد انه طلع رحله تعلم من هذه من هذا الاشخاص وقال خلاص انا يكفيني ما دام تعلمت من هذه لان هذا الاجراء. الاساسيات الحقيقيه ما تعلمها، ولكن تعلم ما شافها ذيك اللحظه. كتبنا بعض التوصيات، بعض النقاط الارشاديه اللي تساعد على تنظيم هذه المسارات. ومثل ما بدانا بالمشي الجبلي نفس الكلام على الاوديه، نتكلم عن التخطيط. التخطيط في هذا الجانب ينقسم الى قسمين، قسم يخص المرشدين والمدربين، ومعني فيه كاستطلاع المسار، اعداد خطه، توزيع الواجبات، تعديل نموذج تقييم المخاطر، ونطبق ان شاء الله لها اخر شيء، فحص المعدات اللي موجوده. نعرف ان بعض المعدات موجوده في المخزن، ومباشره من المخزن الى السياره الى منطقه النشاط. المهم جدا انه دائما نفحص هذه المعدات، مش الحبل وبس، حتى المعده نفسها. اثناء التجهيز نفس الشيء نتكلم عن المشاركين، ضروري يعرفوا معلومات عن طبيعه الرحله ومستواها. بعض الاعلانات ما توفر كامل التفاصيل بحيث انه بس فقط انه ياخذ رقمه وبعد يقوم بعمليه تاسيس مجموعه واتساب وفيها المعلومات كلها في المجموعه. طبعا عادي، اهم شيء ان المشارك يعرف قبل لا يتحرك. تحديد المطالب الاداريه، ايش اللي يحتاج من معدات غير المعدات اللي توفرها الشركة أو الفريق أو الأشخاص. الشيء الثاني، بعض الرحلات يمكن تحتاج إلى تدريب إذا كان مبتدئ،
تدريب المشاركين قبل برحلة بيوم أو بيومين حسب، يعتمد على نوع النشاط، خاصة أن الأنشطة اللي هي فيها النزول، نزول اللي هو الحاد المعلق كالحفرة السابعة أو النزول من مطرح اللي هو جبل شمس، هذا يحتاج أن الشخص يكون متدرب، ما يكون في منطقة التدريب ولكن يكون قبل. طبعاً بعض الأشياء ذكرناها عند التخطيط للرحلة يتوجب معرفة مخارج الطوارئ، بعض الأودية ضيقة فلازم تتعرف المسار هذا وين مخارج الطوارئ، بحيث أنه لا سمح الله صار شيء، ما أتكلم عن أمطار، أتكلم عن إصابات، أحياناً أنك ما يحتاج أنك تنزل طول الوادي، أغلب الأودية توجد فيها طرق على حواف الجبل، وهذه الطرق أساساً مش رسمية، هذه الطرق ممكن تكون للدواب أو تكون لأصحاب المنطقة، ولكن على الأقل أنسب لتوصيل الشخص المصاب لا سمح الله إلى القرية أو السيارات. طيب نتكلم عن المعدات، نقسم المعدات إلى ثلاث أشياء، معدات تخص المدرب والمرشد الجبلي، ليش اللي تكون بحوزته، وإيش المعدات اللي تكون كمشارك. بالنسبة للمرشد والمدرب ذكرت هنا بعض النقاط المهمة اللي تكون بحوزته، يعني في قسمة موجودة كحزام التسلق، الخوذة، القفاز، حبل الأمان الشخصي، والمقصود بحبل الأمان الشخصي هو الحبل اللي مربوط بحزام التسلق، بعضهم يسموه باللغة الإنجليزية كاوتيل، سمينا احنا حبل الأمان، تعريب الصلاحات، عدة النزول وعدة الصعود، سترة النجاة إذا كان هناك في سباحة، مجموعة كبيرة من الكربينات، أربعة كأقل شيء، سكين مهمة تكون السكين موجودة، حبل متعدد الاستخدام اللي هو الكوسك، وإن شاء الله راح أتكلم عن الكوسك في وقت لاحق، الصفارة مهمة جدا لأن بعض الأحيان الصريخ ما ينفع لكن الصفارة مهمة جدا. بالنسبة للمشارك، أتكلم عن المشارك في معدات بسيطة فقط كحزام التسلق، الخوذ، القفاز، حبل الأمان، سترة، كربينة تنتين احتياط تستخدمها، غير ذلك اللي في النهاية المعدات العامة، معدات العامة كحبال، طبعا إذا كانت حبال يعني ثابتة أو المرنة، واقي لحماية الحبال من الاحتكاك، هذه موجودة طبعا في عدة اللي نذكرها بعدين إن شاء الله، جهاز النزول ذاتي الغلق الاي دي، هذا مهم جدا لازم يكون موجود، مش لكل شخص ولكن يكون من ضمن الفريق، على الأقل جهاز أو جهازين موجود، وهذا يستخدم في عملية الإنقاذ، عدة الصعود مع قبضة اليد جمار هم لازم تكون نفس الشيء، بكرة السحب، وبكرة السحب في بعضها مفتوحة وبعضها غالقة، حبل متعدد الاستخدام تروسك، مترين، المترين بحيث أنك ممكن تقصه وتستفيد من بعض الركائز تكون ركائز طبيعية، حقيبة الإسعافات الأولية مهم، جهاز اتصال وحقيبة الطوارئ. طبعا هذه يعني كأقل شيء، ممكن تزيد عليها أكثر بالنسبة للمعدات العامة حسب ونوع المهمة. لما نجي نتكلم عن حقيبة الطوارئ، حقيبة الطوارئ ما شرط تكون حقيبة ثابتة، ممكن هذه المعدات تتوزع عند المرشدين كحبل احتياط 20 متر، الجيك نفس الشيء بذكرنا بعدين، شريط برتقالي مقاس 2 متر في 2 متر، وهذا القصد لما يكون حرف الاكس، يستخدم تعرفت لا سمح الله صارت إصابة تستخدم لتحديد موقعك لما تكون هناك في هليكوبتر، تعمل حرف الاكس باللون البرتقالي بإمكان الطيار يشاهد المسافة بعيدة، إذا ما كان عندك هذا الشريط تستخدم الدخان، ولكن هذا الشريط سهل يعني مجرد قماش مترين في مترين وبخمسين سنتي وسهل الحبل، نفس الشيء تكون هناك مقاوي مصادر للحرارة أغطية طوارئ، أكل، طبعا هذه مثل ما قلت معدات ما تمس، خاصة فقط للطوارئ تكون موجودة. طيب في معدات خاصة خصوصا الحين أقل الرحلات تكون الأودية ماي، فإيش الأشياء اللي مهمة تكون موجودة معهم؟ سترة النجاة، ما كثير الناس يعني تسبح، حتى لو تسبح يعني تقيد السباحة بس تحتاج تكون معها سترة النجاة، وسبب أنه بحكم أنه يكون منهك شد عضلة أو شيء على الأقل هي ترفعك هذه، أنا هنا ما أتكلم عن الاستخدامات الشخصية، أتكلم عن الفرق، أن الفرق ملزمة ببعض الاشتراطات، حتى لو كان الفرد يعني إذا وجد نفسه بيسرح مسافات طويلة يحتاج أن تكون هذه سترة النجاة موجود، سترة النجاة.
حقائب ضد الماء، حقائب ضد الماء مفيدة، هذه اللي ما يدخلها الماء أساسا، السبب أن كل معداتك تكون فيها شخصيا كنت أستخدمها لعملية الطوفان، مجرد أن لما أسبح أحطها وأحط جسمي عليها وحرك رجلي لحد ما أوصل النهاية، يعني ممكن تكون مثل سترة النجاة لأنها تطفو على الماء. المهمة نتكلم عن ملابس جاهزة جافة، طبعا مسافات طويلة، عمق كبير، اللي راح عمق كبير يعني نتكلم عن 10 ساعات في الماء أكيد، والجو في الظل يحتاج بفترة فترة يغير ملابسه لا سمح الله صار عند نزول الحرارة. نفس الشيء أحذية مقاومة للانزلاق، المهم جدا بعض الأحذية، طبعا وش النوع ما أقدر أفيدكم وش النوع، ولكن اللي يبحث في الإنترنت ما شاء الله الحين صار واسع، ونفس الشيء المحلات اللي موجودة معنا في عمان، الواحد بس مجرد إنه يسأل ويبحث من تجربة. طيب وش الميقرات عن نقطة الانطلاقة؟ جهز كل شيء، جهز كل المعدات، ضروري أن تكون هناك تعليمات في النقطة أثناء الانطلاقة. الانطلاقة هذه تأكد من المعدات، تفقد الجميع أن كل واحد لابس بالطريقة الصحيحة، شرح إجراءات السلامة نفس الشيء بحيث أن لا صار شيء. الشخص اللي يتكلم يقول والله معدة الإسعافة الأولية موجودة مع محمد، الحبل المكان فلان مع فلان، بحيث أنه لو صارت إصابة الناس تعرف وين المعدات موجودة بالضبط، ما يجلسوا ذيك الساعة يبحث. لاحظنا بعض الأحيان يصير تجمع عند حافة القرف، وهذا أكبر خطأ كثير من الصور لاحظة، يعني الواحد لازم ضروري يكون يتجنب تجمع عند حافة القرف. متى ما يكون دورك تتقدم لهذا النقطة، خلاف ذلك تكون في منطقة أمان، تكون بعيد ويتم استدعائك كل شخص على حدة عند النزول. نعرف ان كل الناس تصور تشوف فضول، ولكن السلامه دائما تكون بالمركز الاول. النزول السريع، طبعا في بعضهم نزول بالحبل نزول سريع، هذا ما خطا يعني عادي ممكن تنزل، ولكن بس عمل حسابهم انه راح يقلل من العمر الافتراضي للحبل. اذا عندك حبال ما شاء الله بامكانك تنزل نزول سريع، غير ذلك نزول على مهل واستمتاع بالنزول. النقطة مهمة بالنسبة لتبادل النظر، لو لاحظتوا الصورة هنا الحين اللي هو تبادل النظر مهم جدا. بعض الجروف والشلالات الشخص المؤمن اللي فوق واللي تحت ما يشاهدوا بعض، فلازم يكون في تبادل نظر، مهم جدا يكون في تبادل نظر لحد ما يوصل المشارك من النقطة العلوية وحتى السفلية، ما فقط بس انزل تحت وقيس اسحب الحبل امان. السبب الصوت ما يوصل، ولكن النظر ممكن انت تسيطر على الشخص اللي ينزل. طبعا تبادل النظر تكلم عنه، ايوه تكلم الحين عن الركائز الانكرز، في صناعيه اللي هي عن طريق المسامير، وفي طبيعيه عن طريق استخدام الحبال بسبب وجود ان البيئه تساعد استخدام الحبال. طيب هذا الركائز ما لها تاريخ، ما لها يعني ما مورخه من الشخص اللي قام بوضع هذه الركائز، مهم جدا، ما مجرد انك خلاص شفت ركيزه على طول تشبك فيها، تاكد اول شيء عن طريق تحريكها باليد، ضروري انك تحركها باليد، تتاكد انها ما متحركه، تلاحظ اللي هو البرغي ما متحرك من مكانه، لو لاحظتوا يعني صورتين انا جبتها صورتها في قبل ولاحظوا الفرق، الاولى غير غطاها لاستخدام خلاص ما ممكن تستخدمها ما تتوفر عليك، لكنها تكون ثابته. لاحظوا الحين البرغي على الجهة الصورة من ضمن البراغي انكسرت بسبب الشد، فتعرفوا ان ما يعني ما كل البراغي صح، ضروري ان تكون البرغي صحيح. الاسواق ملآنة بالانواع هذه، ونلاحظ ان كثير ناس مجرد انه بس فقط قام بعملية وضع ركيزة دون معرفة النوعية. طبعا ما شاهدنا، لكن ما شاء الله اللي لاحظت يعني اغلب الركائز اللي موجوده هي كلها مؤمنه، ولكن تنبيه فقط انه دائما تتاكد من نوعيه هذه المسامير البراغي اللي تستخدم كركائز، ولكن اغلبها اللي موجوده اللي لاحظناها كلها صالحه للاستخدام، يمكن بعضهم بعد 10 سنوات تاخذ وقت بسبب البيئه الاوديه الحراره الامطار يصير فيها احتكاك. ركائز طبيعيه، الركائز الطبيعية يمكن عمرها الافتراضي أقل بواجد عن الركائز الصناعية، مهم جدا أنك تتأكد من هذه.
ركائز استخدام الحبال لما تتأثر بالأمطار الأودية الطين أشعة الشمس. فمهم جدا أنك تتأكد باليد تتأكد قوتها إذا كانت دالفة أو لا تعرضها للشمس. غير كذلك إذا تحس أنك ما قادر راح تأمنها أنت بدورك الآن تصنع ركيزة صناعية الحبال اللي موجودة معك. طيب نتكلم الحين عن موضوع اللي هو الفروسك. الفروسك كلمة فرنسية حاولت أجيب لها اسم عربي ما عرفت لكن مش إنها بحامل الفروسك متعدد المهام سميتها. بالفعل هي متعدد المهام تستخدم في أشياء كثيرة وفي أربع أنواع من هذه الفروسك. اللي شايفين هذه اللي هي الكلاسيك العادية وهذا أكثر شيء تستخدم. النوع الثاني اللي هو الفرنسي نفس الشيء. هذه الاثنتين أكثر ربطات عقد تستخدم. السلبيات الإيجابية أقل حكم أنك تقدر تستخدمها للطلوع أو للنزول. بالنسبة للكلاسيك أحيانا يعني صعب تبطيلها تأخذ وقت. الفرنسية دائما هي الأفضل دائما حكم أنها سهل تبطيلها. النوعية الثانية اللي هي كيمست طبعا فرنسية والباكمان. هذا الثنتين ما كثير يستخدموهن خصوصا اللي هي الباكمان بسبب يعني صعوبتها كثير تستخدم للطلوع إذا بغيت تستخدم ككربينة. مشكلتها جدا معقدة وما دائما تمسك بسرعة تحتاج انك تشد أكثر. مثل ما ذكرت الكلاسيك والفرنسية هي المستخدمة حاليا وهي الأفضل. والقصد من هذه لا أثناء نزولك طبعا تنزل بها المثمنة الفيجر 8 وقف في النص وش البريك عندك ماشي غير انك فقط تستخدم هذه إلا إذا كان ما تستخدم اللي هي الذاتية الغلق الاي دي او الستوب الى اخره. البروسك مهم جدا تتعلموها في المستقبل اثناء نزولكم حيث انه ما يحتاج اساسا مؤمن شخص تحت ينتظرك حيث انه ما تكون ردة الفعل متأخرة. نتكلم عن حالة وقوع حوادث لا سمح الله. دائما يصير هناك نوع من الصدمة. مهم جدا انك تتبع يعني ثلاث نقاط اساسية. قف فكر قرر. مهم جدا انك توقف تشوف ايش اللي حاصل فكر ايش اللي يقوم به بعد ذلك قرر. لا تقرر وانت في مرحلة الصدمة. هذه مهم جدا لانك انت الان راح تأثر على اللي جنبك اللي معاك وصير نوع من فقدان السيطرة ضجة كثير تصير. فأثبت أنك قائد أنه لا أنا قادر أن أسيطر على هذا. تأخذ الموضوع طبعا تحتاج سرعة ولكن السرعة بحسب قرارك وتفكيرك وتركيزك على حل هذه المشكلة. بالنسبة لبعض الركائز بعض الركائز تلاحظوا فيها ركيزتين مش واحدة لكن لازم نعرف نحن الزوايا. زوايا نقاط الارتكاز كل ما كانت ضيقة كل ما كانت أقوى. ولذلك وضعت مثل ما شايفين استخدام أصابع اليد لمعرفة هذه الركائز 30 إلى 60. 30 أفضل شيء 60 مطمئن 90 جدا يعني خطرة. لأن إيش اللي يصير ما بيكون الشد في النص بيكون الشد على الحبال. هذا من تجربة 30 و60 هن أفضل زوايا لعملية ارتكاز النقطة. طيب خلصنا. إيش اللي هي الإجراءات بعد الانتهاء من مغامرات نودية؟ عندنا نوعين كحبال وكمعدات. ذكرتنا الجانب اللي هو الحبال مثل ما شايفين كثير من النقاط سجل فحص الحبل غسل الحبل حفظ الحبل. بالنسبة للمعدات وضع شريط لاصق ملون لكل معدة. القصد من الشريط اللاصق يعني 2020 حط لاصق باللون الأحمر. لما يجي 2021 أعرف أن هذا اللون استخدم يعني تم فحصه السنة الماضية. أجي أغير من اللون الأحمر أخلي اللون الأزرق حيث أنا أعرف أنك إذا حصلت بعض المعدات باللون الأحمر وأنا 2021 إذا هذا ما فحصه لازم أفحصه وأغير اللون. عملية تنسيقية أكثر ما يكون. إذا عندك طرق ثانية عملية تنسيق يعني كل حد ونظامه بس شريط اللاصق يمكن يكون هو أفضل وأسرع. بالنسبة للمعدات عدم رمي أي معدة لأشخاص من يجب تسليمها باليد. ما تعرف
انت ظاهريا ما تشوف انه بيكون في هناك شق داخل العده، الشق موجود داخل العده، و يعني الواحد يتجنب اي معده سقطت عليك لازم تعزلها. مهم جدا تفحصها وتعزلها، تفحصها بعدين سواء قبل استخدامها او اثناء رجوع اللي هو يعني رجوعك الى البيت المستودع او الشركه الى اخره، وتفحصها فحص خاصة اللي هي الأجهزة اللي هي مثل الاي دي، مثل الأجهزة الجمار، مثل أجهزة الفاكسون، أشياء كثيرة اللي هي تحصل أكثر من يعني تجميع، هذا مهم جدا أن الواحد يفحصها. مثل ما ذكرت أي معدة تسقط يجب عزلها مباشرة. طيب كيف ترقيم الحبال؟ لو تلاحظوا على طرف الحبل رقم 30 والطول 70، ما تقدر تقيس دائما تقيس كم هذا 40 هذا 50 هذا 60، ضروري جدا ان تكتب على طرف الحبل رقم الحبل وطول الحبل، السبب الرقم بحيث ان لما تعمل سجل للحبل هذا اللي هو 70 تم استخدام حبل 70 يوم الاثنين 8 10 استخدموه 25 نزله اطول نزله كانت 100، بس تكتب السبب يوم الايام تبى تعرف هذا الحبل هل صالح بعد سنه سنتين ترجع الى قاعدة البيانات اللي كتبتها، بتشوف بتلاحظ انه ما شاء الله الحبل يعني بس يسده خلينا نشتري واحد غيره. فبعض الحبال لا ما استخدمت، فكيف انت تميز الحبل استخدم كثير وغير حبل ما استخدم كثير اذا ما كان عندك سجل هذه الحبال؟ ولو لاحظتوا الحين الشريط اللاصق على الاي دي هذا نموذج. نجي لمعدات المغامره، ذكرنا بعض المعدات مثل ما شايفين معدات النزول، ما شاء الله الحين الشركات كثير تصنع يعني معدات النزول هذه اللي هي المثمنه والاي تي سي، ما شاء الله اشكال المثمنات اشكال الكروكودايل، يعني كل سنه منتج جديد، ولكن في النهايه استخدامه يكون يمكن افضل عن استخدام القديم. حزام التسلق، حزام التسلق لازم تعرف ان مشكلتك الحزام التسلق يعني صالح، لازم تشوف الوزن، بعضها يستخدم للتسلق الرياضي وبعضها يستخدم للنزول الطويل، فهذا مهم جدا، وكل البيانات موجوده اساسا لما تشتري اللي هو حزام التسلق. الاي دي الاي دي جدا مفيد خاصه للنزلات الطويله، نفس الشيء عند صعود الحبل زي استخدام القدم اللي هو الاسب، نفس الشيء تستخدمه جهاز السوق. بالنسبه لمعدات السحب مثل ما شايفين مقابض مقبض اليد الجمار صعد الصدر، معدات الامان والانقاذ، نتكلم شوي عن معدات الامان والانقاذ المهمه جدا. حماله ضروره تكون عندكم حماله سلينج، كل شخص يكون عنده سلينج، مهم جدا لو حبل امان بحيث انه يامن قبل وصوله. حمايه الحبل وهذا تحصله موجود حتى بامكانك تستخدم، بعض الناس يستخدموا الحصران، انت تتكلم عن رحله يوم كامل تستخدم حصير سهل جدا ما نحتاج شيء. مثل ما شايفين هذا الحين نوع سهل يعني تقدر تصنعها مع اللاصق وسهل الحبل مثل ما شايفينها سهل. انا حتى صنعها ممكن اسمه اللي هو النايلون مقوى وتعمل اللاصق بحيث انه يحمي الحبل. النقطة المهمة الأساسية لو تلاحظوا جيك الرفع للإنقاذ. هذا ذهب وهذا يستخدم الإنقاذ. هذا نظامه 4:1 كسر الوزن 4:1. وسهل الحمل وخفيف. وهذا يستخدم بحيث انه لو لا سمح الله حد طبق في الحبل علق في الحبل كيف انت ترفع؟ تحتاج انك ترفع بحيث انك تنقله من شخص الى الشخص المنقذ. ما اتكلم عن طريقه الانقاذ ولكن اتكلم عن ميزه هذه الاله. مهم جدا تكون موجوده مع كل فريق بحيث انه لا سمح الله صار اي حادث. الجيك هذا جدا مهم في عمليه الرفع. حتى تستخدم يد واحده، يعني تحمل 90 كيلو جرام بيد واحده من ميزته، لان كسر الوزن 4:1. بالنسبه للربطات ذكرنا بعض الربطات، في بعض الربطات معروفه خاصه اللي هي ربطه المثمنه، ربطه اللي يسميها الحيس الكليفج، ربطه اللي هو الفراشه، هذا تستخدم ربطه الصياد، ربطه حبلين. ربطات موجوده بكثره، موجودة بالانترنت، مجرد انك بس فقط تبحث وتحصل، ولكن هذه الربطات اللي تشوفوها الحين الست يمكن هي الاكثر استخدام.
استخداما في الوقت الحالي. طيب كيف تعرف ان عندك معدة صالحة او غير صالحة؟ لو تلاحظوا ان تطبق الى بعض المنظمات اللي هي المطابقات الاوروبية والمنظمة العالمية الفرنسية UIAA. لو تلاحظوا هنا موجود مثلا على هالكربينة المواصفات موجودة على الكربينة اللي هو UIAA والكود، طبعا واحدين هذا اللي هو اسم الكود للعينة نفسها او ان CE المطابقات الاوروبية. هذه موجودة في كل معدة قبل الاستخدام، سواء على كربينة على الاي دي على اي شيء، فتبحث عن هذه العلامتين بحيث انها تعرف انها موثقة اذا كانت تعتقد انك تستخدم شركة غير الشركات المعروفة. لو تلاحظوا ان الشركات المعروفة ما في شركة، الحين كل سنة تطلع لنا شركة، أدام أن هذه الشركة حسب المواصفات اللي ذكرتها هي صالحة للاستخدام لأنها تم تجربتها وتم الموافقة عليها. فيدزل، كامب، ماموت، بلاك دايموند، دي ام ام، شركات كثيرة. بالنسبة للحبال، الحبال نفس الشيء لها كود، خصوصا أنك تعرف هذا الكود أكثر الرموز المعروفة ثلاثة وبإمكانك تبحث عنها، هل ترجع لها فقط أنك تعمل الكود يعطيك أنواع الحبال. بالنسبة لمعدات حقيبة الظهر، حقيبة الظهر كثير ناس تسأل ايش هي المعايير في الرحلات؟ طبعا يعتمد على رحلتك، هل هي مسافة طويلة قصيرة؟ وضعنا هنا قائمة ارشادية ايش اللي ممكن تكون معك اللي هي اساسية وثانوية. حقيبة كبيرة بحجم 45 اذا قدرت تشيل 60 اكبر، ماء، كيس النوم اذا كان في مبيت، اسعافات اولية، ملابس ضد المطر، اشياء كثيرة. الثانوية اللي تراها أن المناسبة فيها مبيت أو شيء، نظارة شمسية، ملابس احتياط، هذا محمول، باور بانك، ضروري هذا الباور بانك يكون موجود معك، لأن كثير ناس حصار تصور بالتليفون بعد خمس ساعات تستفد من البطارية، فيكون عنده باور بانك جاهز يعبي التليفون. بالنسبة لحالات الطوارئ، يمكن هذه أكثر الحالات اللي منتشرة معانا نحن عمان، اللي هي أساسا الشد العضلي، نزول الأمطار، وحلول الظلام. ذكرنا بعض النقاط بتفاصيلها بالنسبة للشد العضلي كيف تعالج، نزول الأمطار، ابتعاد عن المشي إلى آخره، ونفس الشيء حلول الظلام. سبحان الله يمكن تأخرت بسبب حلول الظلام، كيف إنك تتعامل إذا كان ما عندك إضاءة كفاية. نفس الشيء تكلمنا عن موضوع نفاذ الماء، لا سمح الله صار عندك نفاذ الماء، كيف ممكن تمشي حالك حتى النهايه بتفاصيله. اصابات الكسر، اصابه الكسر ما سهل الواحد يتعامل معها، ولكن كاصابات اوليه ضروري جدا كل حد يتعلم ويدخل دورات اسعافات اوليه، موجوده الحين اسعافات اوليه تدريب، لان تخاف انك تعالج شخص يصير عنده مضاعفات وانت اساسا ما بتعالجه لكن ما عرفت الطريقه الصحيحه. اصابات الابغى النخاعي نفس الشيء، طريقه طبعا ما لها علاج، ولكن التقنين والتخفيف للالم بحيث انك اذا ما كانت يعني تخف، اهم شيء انك ما تزيد الاصابه. طيب لا سمح الله بغيت تتعامل مع الطوارئ، كيف ممكن تطلب؟ ايش هي الاجراءات؟ على اساس انه يكون في توافق بينك وبين مركز الشرطه. تكون معلومات مشاركه. لازم تكون عندك مثل ما ذكرنا رقم احتياط مع ضمن احد طاقم اصدقاء، ابلاغ مركز الشرطه اذا كان 30 شخص 30 35، كل ما زاد العدد تحس انه عدد كبير، بلغ اقرب مركز شرطه والله ان احنا رحنا كذا كذا، وبيكون مسار من الف تعقيب بس فقط ملخص. يكون على درايه هم. لما تتصل على 999 ايش الاشياء اللي هم يريدوها؟ الاسم، احداث المكان، احداث المكان عن طريق التليفون سهل تحصله، اذا ما كان احداث المكان على الاقل وصف تقريبي للمكان، الوادي الفلاني، المسار الفلاني، نوع الاصابه بحيث انه ونوع الاخلال المطلوب، لانه مهم جدا الطيار يعرف بحيث انه يجيب معاه المسعف الطيار، يعرف ايش النوع من الاصابات، اذا كانت اصابه خطيره يحتاج يجيب معه طبيب او بس يكفي انه يجيب ممرض. في حاله طلب طائره عمويه فمن المهم نقل المصاب الى مكان عالي ومفتوح بحيث ان الطياره توصل.
طبعا لما توصل لازم يكون في كما ذكرنا لحنامة الاكس او الدخان او اي طريقة بحيث انه بامكان الطيار يشاهد وجودكم. اسعافات تلوية مهمة جدا. نتكلم عن تقييم المخاطر. تقييم المخاطر القصد منه انك تدرس الخطر قبل حدوثه. هل ضمن امكانياتي او لا؟ وضعنا هذا الجدول بسيط وسهل تعبيته بحيث انه يعطيك فقط بعد نظر ومعرفة لا سمح الله صار شيء ايش الاشياء اللي ممكن انا اتجنبها. فمثل ما شايفين بعض القنوات انا عملت نموذج كذا سريع. اسم المسؤول امجد هوز، نوع النشاط نزول وادي، عمق بير، التاريخ 20/8. طيب الان انا اقيم، لازم اتقرب من نفسي، ما اجي اقول والله انا خبير انا عارف. فعليا لازم اعرف هل انا وصلت مرحله الخبره او ان خبره عاليه او ذو مهاره او متدرب الى اخر. الخبير ما نتكلم عن واحد 5 سنوات صار خبير ولا 10 سنوات صار خبير، يعني تتكلم عن مسافات يعني عفوا عن فتره طويله. ما في واحد يقول والله انا خبير، اكيد واحد يتحمس ولا انا خبير، فتحمس يقول لك الخبره يعني. فنموذج تقييم الفريق طبعا ابجد هوز وضع ان ذو مهاره لا باس فيها، درايته بالمنطقه ملم بحيث انه يعني عارف المنطقه هذه، راحها مره ما مرات بس مره، قدرات المشاركين اللي معاه ايش هم؟ هل هم ذو كفاءة؟ لا، هم مبتدئين. حالة الطقس جيدة، ما متقلب لانه خلاص انا درست حالة الطقس عرفت انه يعني ما بيكون عندي اشكالية. طبيعة النشاط قاسي لانه بنروح على وادي نتكلم عن 10 ساعات فما اجي حتى قابل للسيطرة. ايش النتيجة طلعت عندنا؟ 6 2 10 1 10، المجموع 29. 29 اجي اقارنها مباشرة، ايش تطلع عندي؟ تطلع عندي متوسط. اللي هو اخر شيء متوسط. طيب اذا 30 عندك اللي هي عاليه وعاليه جدا. لو تلاحظ هناك ملاحظه اذا كانت درجه الخطر عاليه جدا هل هي ضمن امكانياتك؟ هنا لازم تكتب. اذا كانت عاليه لازم تكتب ملاحظات. ايش هي الملاحظات؟ على سبيل المثال. نعم عدد المرشدين معي واحد لكل 3 مشاركين ويمكن سيطره اذا كانت تتكلم عن عاليه جدا. بحيث انك تقنع نفسك ان انا قادر اسيطر. أو مثلا تكتب نعم سوف أقوم بتدريب المشاركين قبل الرحلة بيوم، هذه أمثلة بسيطة. لا ليس من ضمن إمكانياتي بسبب النقص بالمرشدين وأحتاج لتأجيل الرحلة. فأنت إن دام إن مجموعة معك لازم تتجرد من نفسك وتتحدث بلغة الجميع. تنظر إلى الأقل والأعلى. مهم جدا. بعد ما تتأكد خلاص انت اقتنعت خلاص ما يحتاج تشيل هذا يعني البطاقه الموجوده معك، خلاص انك درست انت الحين عملت دراسه قبل رحلتك الى او نشاطك. كذا اقنعت نفسك قادر بكون 1 2 3 اجتماع طبعا حاضر مثل ما ذكرنا الاجتماع دائما قبل رحلتك في اجتماع وتعبئه النموذج. اتوقع كذا انتهيت وبذلك نترك المجال الان للمناقشه. أنا قضيت وقت سريع جدا وطويل واعذروني على الإطالة. شكرا كابتن أحمد على عرض هذا العرض الاحترافي حقيقة، ومن شخص أيضا متخصص في هذا المجال مثل ما يقول خذ الخبز من خبازه يعني. ونلاحظ أن هناك بعض الاستفسارات وردت من خلال الشات من ضمنها يعني كيف يتم، هل هناك تقنيات في الاتصال في حالة عدم وجود إرسال، وكيف يتم يعني هل أنا أحس ما أعرف أنه الاتصال في الطوارئ يمكن يعني يكون مشغل آخر، يعني إذا كان هذا المشغل لا يعمل ممكن انه يروح لارسال المشغل الاخر. زين تحدثنا كابتن عن هذه النقطه، وايضا هل في الاجهزه هذه الاتصالات بالاقمار الصناعيه مثل ساعات جارمن او الاجهزه جارمن او الشركات الاخرى، هل ممكن
ترسل يعني اللي هو نداء استغاثة بدون وجود اتصالات؟ تفضل. والله أتوقع الحين أغلب المناطق معنا فيها تغطية، ولما تتكلم عن حالة طارئة إذا ما كان عندك هاتف الأقمار الصناعية تحتاج أنك يعني لازم تبحث عن تغطيات تطلع فوق الجبل بحيث أن يكون في إرسال. خلاف ذلك ما في شيء، يعني هذا من هذا اللي لاحظناه، يعني ما في بالنسبة للاتصالات إذا ما كان عندك اتصالات. وطبعا تدارس أساسا بالبداية أن هذه المنطقة ما فيها اتصالات من كثر أنك رحت ملم بهذه المنطقة. فلو جينا نحن نروحها ما دائما نحصل فيها اتصالات، ولكن المنطقة اللي نبات فيها تكون قريبة بحيث أنه يكون فيها اتصال. يعني كنا نعمل حسابنا الأصل حالة صار شيء، وعادة نحن يعني نشيل شريحتين مشغلين اللي هو أريده وعملته. إذا ما في اتصال تضطر أنك تطلع الجبل بحيث أنك تمسك على الأرسال. ممكن أضيف بعض النقاط في هذا الجانب كابتن إذا سمحت لي. الفريق اللي رايح في هذه المناطق من الجيد أنه يستعين بشباب من أهل المنطقة، وأيضا يكون دارس المسار مثل ما تفضلت وراح المسار وعارف وإيش هي القريبة وإيش هي المخارج اللي ممكن يستخدمها كمسارات أو مخارج طوارئ. هذه الحلول أو هذه الإجراءات راح تسهل عليه في حالة وقوع أي حالة طارئة لا قدر الله، الاستعانة بشخص أو بأشخاص من المنطقة، سلك المسار بشكل فردي أو كفريق استكشافي، معرفة المخارج السهلة في حالة حدوث الطوارئ، أو أيضا معرفة القرى القريبة المستعين فيها في حالة لا قدر الله في شيء وهو مع الفريق. شكرا للإضافة كابتن سالم. وهناك أيضا بعض استفسارات، منها في استفسار عن تقييم من 10 في الجدول، اسمعنا محتاجين توضيح أكثر. نعم. ليش تقييم من 10؟ كل ما زاد الرقم معناته عالي، وكل ما زاد خف الرقم معناته منخفض درجة اللي هي الخطر. كده تسلسل. ممكن نعمل 20، ما شرط 10، ولكن احنا وقفنا على 10 بس فقط، يعني ما في مقياس حقيقي، ولكن القصد منه انه ما يكون درجة عالية. وضحت الصورة؟ نعم. عاد هذا يعتمد على صاحب السؤال. وفي بالنسبة سؤال أيضا، يمكن هو قصد ليش أنا حطيته مثلا 10، ليش ما أعطيته يعني خبرة، ليش ما أعطيته ملم مثلا عالي كفاءة. طبعا هذا أنت تدرسه بديهيا تمام، ما شرط توصل لنتيجة 100%. بديهيا في النهاية تطلع إلى خلاصة عارف ايش اللي بيصير، هذه حاجات بديهيه. يمكن طيب ما اعطيته بدون مهاره عاليه، اعطيته مثلا عالي اليوم بالرب ما فرقت، لكن في النهايه انا عرفت ان عندي بعض النقاط احتاج اني اعيد النظر فيها، هل هي صعوبه فيها الرحله او ما فيها صعوبه. في سؤال، هل في هناك تصنيف للأودية أو المناطق اللي هو النزول من ناحية مستوى الخطورة، بحيث أنه لا ينصح بأنه في بعض المبتدئين أنهم يروحوا على هذه الأماكن؟ والله لو تلاحظ في المسارات الجبلية موجودة هذه الصعوبة بحكم أن الوزارة قامت بتقييمها، ولكن بالنسبة للأودية للأسف الشديد لحد الحين، يعني هذا من ضمن النقاط اللي إن شاء الله عسى أن اللجنة تشتغل فيها وتضع معايير لصعوبة بالنسبة للأودية. كابتن عبد الله تفضل. إذا فقط سمحت لي هنا إضافة، طبعاً هناك في درجة صعوبة محددة من قبل وزارة السياحة مثل ما تفضل الكابتن أحمد، وسبق أننا نشرناها إحنا في المجموعة،
ممكن الرجوع إليها. وإذا حبوا الشباب أيضا ممكن نعيد إرسالها من جديد في المجموعة وادي مشي الجبلي حيث أن يستعينوا فيها في تقييم درجة صعوبة المسارات. هنا في سؤال أيضا اللي هو وقوع تحديد مكان وقوع الحادثة. هذا طبعا يرجع إلى تقدير الشخص نفسه، هل المكان هذا تمشي فيه بكل أريحية؟ هل لابد أنك تمشي فيه بيديك ورجولك؟ هل لابد فيه حبال؟ هل لابد فيه يعني المكان نوعية قور زلقة أو ما شابه ذلك؟ هناك عدة محددات لابد أن ينتبه لها قائد الفريق قبل لا يأخذ المجموعة إلى هذا المكان. نعم. أيضا يعني في من مثلا ماذا تقصد بالحقيبة الثانوية كابتن أحمد؟ الحقيبة الثانوية مش حقيبة ثانوية، المعدات الثانوية يعني المعدات الإضافية. في أساسيات أنك ما تخلى منها وفي أشياء ثانوية بحيث أنك لو بغيت إضافتها ممكن إضافة هذه المعدات حكم أنه إذا كان رحلتك طويلة فيها مبيت أو لا. أنت ما محتاج تأخذ كيس النوم إذا كان رحلتك 5 ساعات، ما محتاج تأخذ أصباح اليد إذا كان رحلتك قصيرة جدا. أنت تقرر حسب رحلتك. نعم، مثل يعني الملابس الإضافية والأدوات الأخرى الإضافية في يعتمد على يعني المسار وطوله وصعوده. نعم. في سؤال بالنسبة للدغات الأفاعي مثل السجاد، يعني هل في عندكم معلومات عن كم ساعة ممكن الشخص يتحمل يعني لحد ما يوصل يعني المنطقات أو الإسعاف أو العلاج؟ والله هذه أتوقع فيها مختص ما شاء الله علم الشباب بيفيدنا فيها. أكيد الناس كلها تعرفه اللي هو أحمد البوسعيدي، فعذرني على الإجابة على هذا السؤال لأنه ما مختص في موضوع الأفاعي بشكل كبير كوقت نوع السم بالضبط. تمام. نشوف في هل يتم تقييم كل شخص مشارك وخطورته للفريق؟ هذا سؤال خطورة مشاركته أو إنه مثلا هل يؤثر على مشاركة على الفريق بالنسبة لجدول تقييم المخاطر؟ لا، تقييم الأشخاص، هل هناك تقييم لكل مشارك؟ لا لا لا، هذا مش تقييم لكل مشارك، هذا التقييم بشكل عام للفريق لما يطلع رحلة. وما كل حد يقيم، يعني ما كل حد يقيم نفسه، هذا فقط المرشدين نفسهم يقيسوا مع بعض ويقيسوا هل نقدر نطلع هذه الرحلة أيوة ولا لا وكيف. يمكن المشارك سؤاله هل يتم تقييم مثلا الأشخاص اللي راح يشاركوا، منع بعض الأشخاص من المشاركة مثلا؟ يعني مثلا في الفريق استبعد بعض الأشخاص اللي ما شاركوا في الفريق المسار، يعني يمكن هذا المسار صعب بالنسبة له. من حق الفريق يستبعد أي شخص، من حقه، النهاية هو المعني، هو المسؤولية عليه. نعم. كابتن مداخلة فقط في هذا الجانب. بطبيعة الحال فريق اللي يعلن عن المسار ومرشد الفريق لما يعلن عن المسار يحدد درجة صعوبة هذا المسار. فوبيا من الماء، في كثير ناس عندهم هذه المشاكل وما يتكلموا، يتكلموا لما يكونوا على أرض الواقع ويبهدوا الفريق المنظم والمشاركين الآخرين. فهنا أيضا المشارك له دور كبير في عملية وقاية الآخرين من يقعوا في إشكاليات. لابد أنه يكون هو أيضا صريح مع نفسه من البداية قبل ما يروح يشارك في أي مسار، لابد يعرف إمكانياته وقدراته ودرجة لياقته وقدرته والأمراض اللي معاه إذا قدر الله وأي إصابات ثانية. شكرا كابتن. أيضا بناخذ بعض الأسئلة في 4 دقائق. في حال التعب أحد المشاركين في
في مكان صعب وصول الإنقاذ، يعني ما هو الإجراء في هذا الجانب؟ ماشي حل، ما في حل بالنسبة لي. طبعاً فريق الدفاع المدني النظامة يحاول يوصل بالهليكوبتر بجميع معداته يوصل لموقع الحادث. بس ضروري ضروري أساساً الأصل الأصل رؤساء الفرق المرشدين المدربين على دراية بعملية الإنقاذ مثل الإسعافات الأولية. مهم جداً أول شيء نقذوا الشخص من موقع الحادث بالطرق اللي تعلموها، بعد ذلك يكون في نوع من التكافؤ بينه وبين الدفاع المدني كوصول الهليكوبتر أو طريق حمل الشخص من موقع إلى موقع آمن. فالأصل الأصل أساساً رؤساء الفرق أو المعنيين المرشدين لازم يتدربوا على كيفية الإنقاذ. نعم. في سؤال، هل هناك قانون ضبط لضبط الفرق أو تنظيم هذه الفرق للمسارات في حالة المخالفة أو الاستهانة بالمسارات الجبلية، يعني ارتكاب مخالفات في المسارات؟ ما عندي الجواب. طبعاً حد. طبعاً الحمد لله. ما أتوقع إن الحين حالياً في الحين اجتهاد شخصي يعني الكابتن عبد الله في بالنسبة للمسارات الجبلية، وكما أسلفت سابقاً أنا إن مشروع الرحال للشباب الحين بالتعاون مع هواة المشي ومع الشباب إن شاء الله بتكون نخرج تحت مظلة قانونية نستطيع من خلالها ننظم المسارات الجبلية، نقدر نخالف، نقدر مثلاً نوضح للشباب أن هذا تصرف خطأ، هذا الأشياء مثلاً ممنوعة. لكن حالياً كلها اجتهادات أخوة واجتهادات شخصية، ومشروع الرحال للشاب يعني نتمنى أنه يستمر ويكون المظلة القانونية لهذه الفرق الجبلية إن شاء الله. تمام، شكراً كابتن سليمان. هناك أيضاً يعني سؤال من أبو عماد، في حالة خروج شخصي في مسار وحدث إصابة ولا يوجد منطقة إرسال قريبة، حقيقة وإحنا دائماً ما نفضل إنه شخصين، يعني على الأقل يكون ثلاثة أشخاص. في هذه الحالة إيش تنصحه كابتن سليمان أو كابتن أحمد؟ ما واضح سؤال الكابتن عبد الله؟ وجود شخصين فقط وواحد مصاب. ينصح يعني هم شخصين فقط طلعوا إلى المسار؟ نعم. المفترض منهم قبل أن يطلعوا للمسار باثنينتهم إنهم يشعروا مجموعة من الأهل، مجموعة من الأصدقاء، مجموعة من الأقارب إن نحن باثنينتنا متحركين، وعنوان المسار كامل يعطوهم بالتفصيل متحركين مثلاً اليوم، المفترض إن نرجع مثلاً بعد 6 ساعات 8 ساعات. لو لا قدر الله إنهم ما رجعوا، الأشخاص الأقارب اللي هم موجودين في المنطقة نفسها يتواصلوا مع الدفاع المدني ويعطوهم كل شيء، وينصح انهم الشباب لما يطلعوا اقل حاجه 3 أشخاص إلى 4 أشخاص، لكن لو كانوا شخصين ممكن انهم يطلعوا وهم يتمتعوا بلياقه وعارفين المسار، فما في مشكله انهم يطلعوا شخصين الى مسار. بس المشكله انهم اذا طلعوا وهم ما عارفين المسار وما عندهم الطاقه الكامله وما عندهم اللياقه اللي تمكنهم انهم يروحوا ويرجعوا. تمام، شكرا كابتن سليمان. في سؤال من أتوقع أحد يعني قادة الفرق، هل استمارة إخلاء الطرف اللي وقعها المشارك تحمي قائد الفريق في حال وجود إصابات أو أي مخالفات من قبل المشارك؟ هذا السؤال أخبرك شيء، مثل ما ذكرنا ضروري وزارة السياحة تنظم هذا الجانب لأن الموضوع تبعات قانونية وليس تنظيم، يعني مش بشار، يعني ما نتكلم عن يفترض ما يفترض، هذا قانون. هل وزارة السياحة يعني ماشي في هذا الجانب؟ هل في عملية ضبط هذا الجانب؟ ما نعم أخي، ما أعرف إذا إضافة. تمام، أتوقع أنه يعني أمور واضحة. في بعض الأسئلة، يمكن نأخذ آخر سؤال ونهي هذه الجلسة. هذا السؤال اللي هو أيضا
يسألوا الكثير ما من هي أو ما هي الجهة الرسمية التي تمثل فرق المغامرات، وهل يوجد طرف ربط بين الفرق والجهة الرسمية؟ طبعا هذا تحدثت عنه في خصوص المظلة، ممكن كابتن سليمان. طبعا تكلمت سابقا كابتن عبد الله عن المظلة القانونية التي تحمي هواة المشي القبلي. طبعا في بعض الدول نقرب الصورة، يوجد اتحاد خاص لهواة المشي، سواء كان الشؤون الرياضية سواء كانت وزارة السياحة، لكن الحين الحمد لله رب العالمين بجهود الشباب بتكاتفهم مع بعضنا البعض، مشروع الرحال الشاب إن شاء الله نأمل أن تخرج هذه المظلة القانونية التي تحمي حق هواة الفرق القبلية وتنظم هذه الأشياء. طبعا الحين المعنيين في هذا المجال اللي هم بصورة قوية جدا وزارة السياحة، وهم باذلين قصار الجهد بالتعاون مع اللجنة الوطنية للشباب. نأمل، لأن هذا المشروع يعني يعتبر مشروع من ضمن المشاريع الوطنية ويحتاج له يعني جهات حكومية تصادق على هذا الموضوع، ونحن ساعين في هذا المجال إن شاء الله في أن ترى هذه المظلة النور وتكون كل الفرق القبلية تحت هذه المظلة الحكومية إن شاء الله. ايضا ممكن نزيد على هذا، نعقب على هذا الشيء مثل ما تفضل الكابتن سليمان، في جهود قاعده تبدا في هذا الجانب على مستوى وزاره السياحه وعلى مستوى اللجنه، ونتامل حقيقه نتامل كلنا هذا الموضوع انه يتم في اقرب فرصه، وعسى ان شاء الله ما نوعد بشيء لكن نتامل انه الامور تمشي في هذا المجال ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا كابتن سالم. طبعا وصلنا الى نهايه هذه الجلسه، لا يسعنا الا ان نتقدم بالشكر الى ضيوفنا الكرام الكابتن احمد بن خلفان رحبي والمغامر سليمان بن حمود الناعبي والاستاذ سالم بن سعيد المفضلي على منحهم لنا الوقت من وقتهم لايصال معلومات مهمه جدا للمغامرين، وأتوقع أنه تمثيت معظم الأمور اللي هي في الدليل، ويمكن الرجوع للدليل المتداول يعني ومراجعته والاستفادة من محتويات هذا الدليل. وننصح أيضا بمتابعة عناوين التواصل الاجتماعي في اللجنة الوطنية للشباب للاستزادة من كل جديد، وأشكر المشاركين الذين شاركونا هذه الجلسة هذه الجلسة. وهناك أيضا جلسات أخرى إن شاء الله خلال الأيام القادمة في مواضيع أخرى متنوعة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. شكرا 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 جميعا. الشكر موصول لك الكابتن عبد الله على إدارة هذا الحوار الرائع، شكرا جزيلا. شكرا أيضا للشباب وقادة الفرق والشباب اللي شاركونا على هذا الحضور الجميل والتفاعل الأجمل.